خربة، انت بيشتري ولا ما بيشتري؟ هي يا ابوي بشتري، شو تشوفني طلابة؟ انت من ساعة ونص دور سامان، بطل هذا قوطي، بطل هذا غرشة، بطل هذا عطر، مني 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 مني، بس انت ما يشتري. يا ابوي لازم اعاين البضاعة، حد يشتري شيء من دون ما يعاينها ما يستوي. خرمة، انا اعرف انت من 5 سنة، انت ما يشتري، انت ما عندك فلوس. هي ما اشتري، تعرف حق شو؟ عشان بضاعتك هاي خربانة وداقتنها الشمس. انا بضاعة ماني خربانة وداقتنها الشمس؟ والله ان انت مخك خربان وما عندك فلوس. انا مخي خربان؟ هي. ما عندي فلوس؟ هي. يا ولد عيال، انت شو تسوي؟ مخ مال انا خربان كيفي؟ يلا قم، لا تشوفك هني، لا رنك بهالقب على مخك. انا قم على راس مال انا. يلا قم قم. انت هرمه مجنون. مجنون ولا غيره؟ يلا خربوط، واحد قال لك خربوط. والله لسانك طويل. ايه خربوط انت. والله ما احب خربوط غيرك، سوي دوات ويك، لسانك طويل والله بعد. هلوم هلوم. نعم يا اخوي. شو ساعه زاقرة؟ شو ها؟ هذا عطر حلو. منو قال لك هذا حلو؟ منو قاص عليك؟ حسبي الله عليك، هذا عطر، عطر كذي تقولين كانه ماكينه طرات معطبه ولا سياره خربانه، هاي ريحته. الله يقطع سوالفك، هذا يا اخوي عطر غاوي، عطري هذا. هذا عطر غاوي؟ هذا عطر ولا دواء؟ هذا اليوم اشتريته من رشيد رع الليلام. حلو حلو اختي، فهميني، الناس يوم تشتري عطر تشتري عشان الناس تقول الله هذا ريحته حلوه، مو عشان تقول اخ شو هذا. المهم كندورتي وين؟ كندورتك زاهبه ومعطره ومدخنه. ليكون حطيتي له من هذا العطر اللي ريحته كانه دواء. هي هذه ما بها، عطيني ابوي من كناديري الجدام وياني وياك تعطرينهن من هذا العطر. حشي ابوك، هذا ما بعطر، هذا سم فيران. فيران؟ ليلام ليلام ليلام. يا الله يا سبحان الله. رشيد ها ما شاء الله، شو عندك اليوم؟ شو جايب لنا جديد؟ كل شيء جديد، عطور جديد، ملابس جديد، دخون جديد، كله جديد. ايه عاد باك تعطيني من هاك العطر الفنان، تعرف انا بعد مو باي شيء عيبني. اعطني اشوف. رشيد وينك من زمان؟ ما مريت علي ولا جيتني. ايه والله ما تعرفني الا في المصايب. ماما مال انا مريض، بابا مريض، هذه حرمه مال انا بيربي. ايه ماما خلاص، انت الحين ما يعرف رشيد الحين رجول مال انت سيدي، وديه داخل سوق. ما عليه، مر علي، يمكن يعيبني شيء واشتريه. ترى نحن ناس شرايه، مو مثل بعض الناس نجلب فيها السامان ونتطمش وما نشتري. رشيد عاد انا بعطر فنان غاوي، مبشرات اللي جبته المره اللي فاتت ترى معي يا ابني. وي والله بشبع، قاموا يتعطرون الله يرحم ايام زمان اللي ما يتسبحون إلا من عيد لعيد. ويه هذا ريحته تراشرات العطر اللي بتا قبل. لا ماما، هذا نفس شركة بس جديد، وعندي بعد أحسن منه خصوصي لك. ها فنان الله. سليم تعال تعال تعال. سليم شنو هذا يحترق؟ ليكون واير محترق أو ليت مشوط عندي في الدكان؟ لا ما في احترق، هذا كبد مرة واحد يحترق. إلا أقول كبد من حمص. رشيد هذا العطر عيبني، أبا من غرشتين. غرشتين أقولها عدل. مالت على ذوق بعض الناس، واحنا نتحرن شيء محترق في الدكان، اثره في الاخير طلع ان عطر بعض الناس خايس. الله يا رشيد، خلي عنك اللي يرمسون يا رشيد وما يشترون.
أباك تعطيني كريم حق الشعر غاوي. غاوي؟ ها ها، هذا كريم غاوي. شوف. ها ودي متبين، تفضل. تعال خلنا نشوف. الله الله الله، هذا الكريم ريحته غاوية. شنو هذا؟ شنو هذا؟ خذ هذا كريم جديد، شركة جديد. ودي منك حق أمهات القمل والصيبان. نحن ما نستعمل إلا حل النارجيل اللي ريحته خنينة. رشيد، هذا الكريم عيبني، عطني من غرشتين. وعلى قولة المثل، اللي ما يطول العنب حامض عنا يقول. أقول اسمع ماما، حساب مال أنت 250 درهم. خيب 250؟ إنزين ما عليه، خلي على حساب، أنا عقب بدفع لك. اسمع، إذا ما يعطي حساب الحين أنا يشيل سامان ويصير. ها رشيد، يومنا بعض الناس ما عندهم فلوس، ليش تبيعهم؟ إيش حق الخقة والفشخرة؟ فشخرة. ويا شين السرج على البقر. بقر. رشيد، الحين بدخل وبدفع لك بيزاتك كلها، وبزيدك فوقها زيادة. أقول رشيد، إذا دفعوا لك طو طو. هذا شنو؟ أنا داخل دكان. يلا. الحين شو أسوي؟ من وين أجيب 250؟ المشكلة لو رديت البضاعة ودي مو شافتني بتم تعايرني عمري كله. ماشي 50 و100 مني من خلني بدور أنا. ما حصل لي 150. شو أعطي هذا؟ يا ربي ماشي بيزات، أنا دوم أقول إني بشيل بيزات وبخش حق اليوم الأسود لكن ما في. أنسى. ها شو؟ ها؟ شو هالسجين؟ سيب. وديما، هذا زيت فنان يخلي وجه مالنتي أبيض مثل القمر، وبعدين هذا زيت ممكن أنت يشرب. حسبي الله على ابليسك، تبي تذبحني تقص علي القشاش رشيدوه؟ هذه اخرتها؟ هذا الزيت تدهن بلحيتك هالشلحه الملحه، مو تعطيني انا، وبعدين انا بعد عمري ويهي ابيض ضليك. اي جمال رباني، ايش لي بضاعتك المقشوشه يا طايح الحظ؟ يلا يلا سير. رشيد. ها. تعال جيب فلوس. خلي هذا عندك، شوف لين انا ادبر لك البيزات. شو هذا؟ هذا بدل البيزات. بس عاد اسكت، قصر حسك ولا تتكلم، يعني عم تفضحني قدامها، وانا ان شاء الله كلها يومين ثلاثه شي وبدبر لك البيزات، بس مو بتتكلم. رشيد عطني السامان مالي. مشكور. وديما يريد شي؟ لا 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 لا، احنا ما نشتري من البضاعة المغشوشة، اللي تسنعت بضاعتك بنشتري. تعال رشيد، لا تنسى الأغراض اللي وصيتك عليها. رشيد، عندي قلن قاس في البيت طايح، تعال شيله وبيعه على بعض الناس. عمونك أبوي؟ أبوي. كأنك أنت ناسي إلا اليوم عرس ولد عمك العود في حتى. وي تعال، صدقني ناسي. أبوي حليمة، برجي لي أبوي كندورتي الجديدة وياني وياك تعطرينها بالعطر مالك، هذا ما داني. إن شاء الله إن شاء الله. وبرجي لي بعد أبوي الخنير والبشت. ها؟ خنير؟ ليش؟ إيش قالي؟ كيف ساير سوق السمك أنا؟ ساير عرس لازم أرز بالبشت وبالخنير. ويشو بشت وخنير؟ هما الأول الله يهداك، أخبارك أنت؟ انا اخباري يا سويلي ما هو والله افا، اسميك الدربحت من عيني مول. ايش قايل؟ الدربحت طحت على الارض. انا ابو، انا اقول الحين وارث الخنير على ابوي، وبقوم بورثه عليك باكر عقب عيني. تقول لي والله الخنير ما دبل. ابوي اقول لك شيء. ها، انت تعرف الخنير في شو يستخدمونه الحين؟ شو يعلقونه؟ في الميالس في الادار. شفت ادار؟ انا ادار، انا ادار يا الهيس.
الخنيار مخلوق للرياييل ما بلي يدري يا السنطوانة. يا اخوي ترى سلوم صدقه يعني الحين ما حد يستعمل الخنيار وش اللي زين كيف البسك اليوم؟ انا البسه في المهمات الرسميه وبعدين هذا ارث وارثين الخنيار قبل عن جد وياني واحد منكم يفاصلني في الموضوع. يا ربي شو هالمصيبه اللي طحت فيها يا حلوم؟ انا الحين هذا وين بلاقيه؟ سليمو. أهلاً. هذا رشيد راعي الليلام، انت ما شفته؟ ما اشوف. زين انت ما تعرف وين يصير وين يجي؟ ما يعرف. زين ما تعرف وين ساكن؟ ما يعرف. تعال شو تعرف؟ سندويش جبن يسوي يعرف؟ حصو تعالي ياتي والله يا بك. تعرفين هذا رشيد راعي الليلام وين؟ شو تبيبه؟ هذا بعدين هذا واحد غشاش، واحد صراد، واحد كذاب، انا اعرف وحده احسن تبيع بضاعه احسن وارخص. قومي بس بوديك انت. اسمعي انا ما ابى من اغراض، انا لي يعني شيء عنده ابغي اخذه الحين ضروري. شو الشيء اللي عنده تبين تاخذينه ضروري؟ شو الحين تعالي معي ندور عليه وعقب انا بقول لك السالفه. يا ربي وين بندوره؟ هذا الريال ما يقر في مكان واحد، وين بنسير في السكيك ندوره الحين؟ انا لازم اخذ الاغراض اليوم، تعالي معاي بندور عليه وعقب انا بقول لك السالفه. تعالي يلا يلا تعود بالله منك حش ما بحر ما خبيبه. حليمه يا ربي وين صارت هذه حليمه؟ احنا الواحد يوم يحتاجها ما يحصلها، هاي حاله هذه. ابوي انت الحين ما لبست، احنا ورانا درب حتى بعدين لا تقولي سلم لا تاخر. يا ابوي لابس انا لابس، بس عمتك وين؟ ابا كندورتي ابا الخنيار ابا البشت. هات كندورتك بكوي لك اياها على السريع ويلا غتره مره. والخنيار والبشت وبنتي الحين لازم خنيار وبشت الله يهداك. شكاين يعني انت ما تعرف شو أهمية الخنيار والبشت؟ تعرف ولا ما تعرف؟ لا ما أعرف. حش العيال سوت الأفئفئة، شو عندك الحين بعد باجي؟ اف عيستينا. حصو أنا تراني أفهم شو يعني خنجر وأعرف إيش قهوة غالي على أخوي، هذا وارثني عن يدي العود. إزي ما علي عاد يوم أنت تعرفين هذا كله، شو قال تبيعين على رشيد بياع الليلة؟ حصو بس خلاص لا تزيديني اللي فيني، كافيني راشد روحه داير علي مو بعرف إيش أتصرف. إنزين عاد الحين الخوف مو بكذا؟ كان رشيد صار وباع على حد، شو بتسوي؟ تحقين بسويها؟ هي هذا بيع ليلام ابوي يبيع كل شيء. هذا لو سواها الصدق معناته اخوي بيذبحني. الله يخليك قومي خليني بدور عليه مره ثانيه. يا ربي عيست ونحن نحوط من سكه لسكه ما حصلنا يا بنت الحلال، بس عيست ريلي هدت. يا رب حصه اوعج اذا دورتي معايا على رشيد ولقيناه بعطيك 100 درهم، درهم ينطح درهم. 100 درهم؟ أنا أخاف عادة ما تحصلين هاي 100 درهم عندك وتقومين تعطيني نظارة يدك ولا برقع أمك. قالت 100 درهم، أنت عندك شيء الحين؟ أقول لك شيء؟ حياك الله، عيست أنا، طوفي وكان بتسيري، طوفي. وي وي وي، حشي يا أبو، حشي. هذا أبوي، البشت وحصلته، باقي الخنيار. يا ابوي عيب تفتش على اغراض عمتي وهي ما حد. شو تسوي يعني؟ تباني اتغياها وبوي بنلحق على العرس. بس ابوي تعفست اغراضها فوق تحت الحين. ما يحتاج اغراضها، عفست اغراضها، طلع لمبات محترقه في الكبت. شو هذا؟ دلت قهوة في الكبت مال الثياب. دوك طلع. ما تنام. شو له؟ ما تنام يا ابوي. هذا بعرف انا هذا شو هني؟ هذا شو؟ اذن يا ابوي ودر عنك عين الخنيار وخلنا نلحق على العرس. سلوم يا الهيس ان قلت لي ودر الخنيار لا رضك بهذه على راسك بهالجوله هذه. زين الحين عمتك يوم تقول والله انا ما حد ياخذني منو بياخذها؟ طاح شو حاطه؟ ما سميت مال امك يا ابوي، ما سميت في كبت الثياب، منو بياخذها؟ هذه حجره نوم ولا سكراب؟ ما تقول لي؟ اكي وصلت رعاية السكراب. خلتها وين؟ بس هذا انتي مخلتني حايس هني لايف في الحجره مالك هاي وانتي بس حواسه ويحصو. وين الخنيار؟ ان شاء الله لقيته يعني. وين بحصله في حجره شاي تقول كنا صنيه قواطي وقرطاس كل هذا ايش حقك؟ ما تعقيني بالزباله. يعني انا اقول يمكن سبحان الله نحتاج منه شيء في يوم من الايام ولا شيء. شو بنحتاج يا تبن؟ لمبات محترقه شو بنحتاج فيهن؟ قواطي خاليات واكساس شو بنحتاج فيهن؟ الخنيار وين؟ وراي حبس بسير.
الخنيير؟ اقول لك انا اترخص ها؟ وين تسيرين؟ خليش تبي وياي يا باج. ابوي اخوك الشراري تلانقطن من عينه، الشرد احسن لي، حياك الله. فمان لا فمان لا. علوم الخنيير وين؟ الخنيير عمو ورانا درب حتى الخنيير وين؟ ليش ساكت ليش؟ اخوي بيعنا في السوق. يا ربي احنا وين وهذه وين؟ يلا ابوي رد عليها قول له اشتريت. اخوي انا اختك صح استوت فيها السالفه استا. نعم اختي اختي بيعني في سوق. خلاص يا ابوي خلاص هدني عليها يا سلوم هدني عليها هدني خلاص يا ابوي يا حرام انا مش ما تستحين على وجهك. انا لو ابيعك في السوق لو ابيعك ما تبين ربع جيمه خنير يدي الاثري بيعتنا على الليله. يا اخوي انا ما بعته، انا بس اللي اعطيته اياه علي ما ادفع له جيمه السمان اللي اشتريته من عنده والعطور 250 درهم بعدين بيرده. يلي ما تستحين على وجهك راهن خنير العائله 250 علشان العطور خايسه. هدني عليها هدني عليها. خلاص يا ابوي خلاص احنا عقلنا نزير العرس يوم بنرد بنحضر على لما ناخذ عن الخنيار. داي عرس انت فايج بعد اصير عرس انا ما ابي ضيوفي الي ما طلع خنيار يدي ورده. برده يا اخوي برده بس انت خليك هادي لا تعصب برده. بعد ليش عين ترمسين مضيع تاريخ العائله وترمسين بعد. يا اخوي خلاص انا الحين بطلع بدور عليه وبيبه بس لا تعصب. اخلو يهدني سلوم بس كان زخيتش من كشت وترترت بس في سكيك الفريج خلاص علشان تعذبين. خلاص ابوي مثل اللي هو قال انت ادني عليه خلني اصفعها. هذه السوات تسوينها يا حلوم تبيعين خنيار يدي الراعي الليله. خلاص عاد يا شمسو اللي صار صار انا شو دراني انه بياخذه وما بيرده وبيختفي. وفريش وحاله الحين فري وحليله مسكين طلع في السكه يراكض شرات الخبله يدور على رشيد. يا حليلك يا فري كان يحب هالخنير دائما كان يقول هالخنير فخر العائله. ها بشرو لقيتوا؟ اي لقينا يا عمتي ما خلينا مكان ما دورنا ما خلينا سكه ما خلينا بيت ما خلينا سكن عمال كلهم يقولوا ما شفناه مول اختفى مره واحده. وين اختفى؟ اختفى اختفى الله يلقاه بيختفي. دام شال خنير يسوى ألف بكش من اللي حاطنا على راسه لازم يختفي. معقول يكون باعة؟ شمسو منو بياخذ سكين جديد؟ سكين جديد؟ سكين جديد حسبي الله عليك؟ أجر على رقبتي جا الحين حسبي الله عليك؟ خنير خنير ثمين تسميني سكين جديد؟ خنير فخر العائلة سويتي سكين؟ اهدى يا أبوي اهدى يا أبوي تروح قلبك ضعيف ما يتحمل مبزي عليك فراخ. تمام ما تسمع ايش تقول هالهبلة هذي؟ خنير واردين أبن عن جد تسمي سكين؟ وقف بدك وقف بدك من انت؟ رشيد رشيد ليلام حسبي الله على ابليسك يا رشيدو جايين نصايف الليل تبي تبوقني؟ لا ماما بديمه انا ما في حرامي ماما انا جيلي دي سوي تجاره. اقول تجاره نصايف الليل اي جيلي الحي ما يطلعون للحراميه. ماما انا اريد اسوي تجاره انا اجيب شيء حلو وايد زين فنان علشان انت. يعني جايين نصايف الليل عشان تبيعني عطور وخراجين؟ لا ماما وديمه وصمش تبي ما في عطور ولا في خراجين في خنجر عربي اصيل مال محارب قديم. شنو شايفني انا تاجره مالت اسلحه؟ شنو شايفني متحف؟ حسبي الله على ابليسك والله تبيني البس الخنجر واتمشى فيه؟ لا هذا قديم غالي كثير. خلصني كم تبي؟ علشان انت 7000 درهم. مصيبه 7000 ايجار سنه اضيعها في ساعه. ليش شايفني غشيمه انا؟ شوف علشان خاطر عيونك 5000 درهم. اقول روح 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 دور غيري يلا 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 ليش شايبه من ذهب هذا يلا قول سير. اسمع ماما وديمه علشان اخر ليل اخر كلام 1000 درهم. اسمع عاد
الألف درهم هذه بخليه يحطونها لي كفالة في السجن، لأني باخذ هالخنجر وباكر أخفي بطنك. يلا يا جلي حي، يلا لا نقع فيك الحين. أقول أنا اللي بنقع فيك الحين بالشوزن. يا جلي حي، شايفني جايبني خنجر آخر الليل. صباح الخير أسماء. صباح النور، إيش حالك؟ تمام الحمد لله، أنت إيش حالك؟ الحمد لله بخير. لا إيش حال أبوك؟ أمس اسمعي صارخ معصب. ما تعرفين أبوي، أنت دوما معصب. أقول لك أسماء، ما شفتي رشيد رع الليلة؟ إيش فيكم كلكم تسألون عنه؟ ما شفته. الله يخليك يا أسماء، إذا شفتيه خلي مرنا ضروري. إن شاء الله. تعمل شيء بعد؟ لا سلام. أنا بسير. لا. سويل أمي، ما في أخبار عن رشيد هذا الليلة؟ وين سار؟ وين التقى؟ نبغى نعرف خنجر يدنا وين؟ الصراحة أبوي مو ماشي أخبار. أنا درت الفريج ودرت الفرجان اللي حولنا كلهم ما يعرفون عنه أي شيء، لكن في كذا واحد قال لي إن هذا الرشيد يغط فترة ويطلع مرة واحدة. يا رب يا رب يرد إن شاء الله، يا رب يطلع إن شاء الله ويجيب الخنجر مال يدك يا رب. تفضل يا أخوي تفضل. وسامحني يا أخوي سامحني. شو هذا الشوف؟ تفضل، هذا عصير اللومي اللي طلبته. أليمة عد، انتوا راشين فريد في البيت اليوم؟ حشه مو براشين شيء. بس تبغى صراحة ابوي في ريحه، اعتقد بيت الجيران. لا ريحه قويه هاي. أليمة حاطه عطر انت؟ ايه شويه. ايه هذه عطورك يا ابوي. هذا عطر، هذا سم، هذا يقتل فيران، يقتل دبش، يقتل اوادم. قومي قومي سرعي عقال الكندوره السبعه. قومي ان شاء الله. لا اله الا الله. اقرا اقرا شو مكتوب. شوف هذا الخنيار، ما كان يشبه خنيار يدي. ايه هو تبلع الريان، هو ولا ما هو؟ لا هو. شوف شو مكتوب، اقرا اقرا شو مكتوب، يمكن حد ما قلنا. متاكد انه هو؟ ايه اقرا شو مكتوب، يمكن حد ما قلنا. ابوي ها، خنيار الخن بلا في متحف بريطانيا. لقعة خنيار قوم الخن في بريطانيا.